بداية أزور أعتذر لجميع الساكنين مدينة النظر باسم الجماعة الترابية مدينة النظر الجماعة الترابية النظر. ربما الأشغال يتجن نهارا، ربما يوقع إجن ارتباك على مستوى السيل والجوالات، ولكن دائما ثيتا تدخل تذف ذي مصلحة تنديت إعادة الهيكلة مجموعة من الشوارع. الجماعة الترابية تكسير الثقل النس من خلال البرنامج النس المعتاد، على أساس أنه تهيئة مجموعة من الشوارع في آخر المطاف. وفقنا الله تعالى باسم كل مكونات الجماعة الترابية تجين إرادة قوية على مستوى إصلاح مجموعة من الشوارع الأساسية والشوارع المطالب بتبعة الحد الساكنة ومطالب النغمارة بتبعة الحنشين، يعني نشين كجزء من ساكنة مدينة النظر. مجموعة نبريد نارز مرة بداية بداس شارع الجيش الملكي، ثم شوارع أخرى مهمة غيوك من تهيئة شوارع طبلت نسنت وأيضا إعادة تصفيت نسنت بشكل كلي. نغم ذي الجيش الملكي إن شاء الله نجيج عن مستوى دفع مشاهد كمية أشغال قبل العيد، خصوصا ما يتعلق بشارع الجيش الملكي شارع المستشفى الحسني. وانا العيد مباشرة الشركة هي غتكمل هذيك مجموعة من الشوارع من بين حسن الثاني، شارع المسيرة، ثم شارع التعليم الأصيل، ثم شارع النباسو، ثم شارع أيضا بن رشد، شارع المراكش، أيضا ذين شوارع أخرى ما يتعلق زي طنجة، ذين شارع المولى الشريف، ذين أيضا الطريق الرئيسية 19 دخل النظر النافورة يسوق عليه هذه الهيكلة شارع نيكمر، وأيضا شوارع أخرى مهمة أتجغل شعر الغواني لأي باش هذه مفاجأة أي ساكنة مدينة النظر. إذا من خلال كل هذا نتشكى مرة أخرى ساكنة تفهم سن خنغا الشيخ ربما إزعاجين على مستوى الأشغال، وربما مجموعة من التساؤلات على مستوى ما يمذي الوقت بالضبط، لأنه المتنة والنوع باش تحقق النوع الجودة دي الطرقات سلبت لي السيف باش تدير الحراره على مستوى نصفيت الطرقات نتفادى دي المشتيس نقاشين دي البروده، لانه تواصل القوه على مستوى لاكاليت يعني الجوده الطرقات. اذا مره اخرى نشكر جميع الساكنات تفهم سن الاشغال الناتجه عن الطرقات، ولكن دائما المبتغى المغمر لهدفنا الاسماء هو اعاده الهيكله لجميع الشوارع باش ندير ان شاء الله ذي حله يعزون الجاليه المغربيه القاتنه بالخارج، وايضا ما يتعلق بالقطب السياحي بان تنديت النظر تدير يجن غاس القوه التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه. من غاتجينا سويني نجيج القوة دائما على مستوى يعني نلقى الدعم شركتين في نفس الوقت باش الشركة تخدم ذي الشوارع الرئيسية، شركة نغريت أيضا موازية لذلك على مستوى مثلا نهار هذين الشركتين، شركة تلقى مثلا في المستشفى الحسني باش تكمل قبل العيد، وأيضا شركة هي أيضا باش تكمل قبل العيد. إذا إن شاء الله قبل العيد عفوا العيد أو العيد مباشرة نمشيو على مستوى الجيش الملكي مشكل ليس فقط غنغري اشكال على مستوى الحسن الثاني يعني زي السوق المركزي الى غايه نهايه عن السوق المركب.
بدأ منذ يومين قد بدأ شركة النغنيت تقع على مستوى التشوير الطرقي سواء عامودي أو أفقي. بالنسبة لفروج مربونة سابقا قمر مركز المدينة قمر لفروج جديد ملي تواتوا على مستوى الشارع الرئيسية وشارع الجيش الملكي وتشفين نقسم دي فوغوش يعني على مستوى الإشارة الضوئية ما يتعلق يعني الناس عمودي ودين أفق على مستوى الأفقي أنه ذبي الشركة قد تنطلق زي مارتيكا زي ثرقة قد هو تسني مرة باش تقدر على مستوى جميع المحاور الرئيسية تنديت النظام على مستوى التشوير. المسألة هي بطبيعة الحال ديس مجي عمو متدخلين بين أيضا حتى السكن التجاري خصها كبير عملية على مستوى تحريميك العمومي نشين مجندون طبيعة الحال جمع ترابية بتنسيق تام مع أصوات المحلية مشكورة بسيد الباشا وسيد العميل على أساس أنه الدعم على مستوى القوة تدخل يعني على مستوى الأمن على مستوى القوة المساعدة نشكر هذه المناسبة يتوكلنا كيفنا على 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 في الشق المتعلق بتحرير الميك عمومي ما عند تحرير الميك عمومي على مستوى الأرصفة يخسر بالمناسبة دي مرة تجارنا جميع المهن يتزول ديت النظام نستغل فرصة باش نشوف حتى فرصة إخواننا الجالية خصوصا الجالية القادمة من الخارج وأيضا المتوافدين الزوار إن شاء الله الداخلية هدف نغرق بأنه فصل الصيف هدف نغرق النظام هدف مثلا ديت نموذجية على مستوى الولوجية على مستوى المرور أن 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 مرة يعني السياح الزوار ديت النظام ثاني مواكبة يجب أن يتدخل فيها الجميع المواطن السكينة التلميذ الطفل المرأة والرجل مرة وكاع أيضا كمسؤولين خصنا نكفوس كفوس باش ان شاء الله ندفع غزيت باش ان اتوض من ناس شي مره نحقق على مستوى نغش مرات اخرى تنميه اقتصاديه واجتماعيه وثقافيه.